بالمشهد اللي احنا فيه وبالمستوى الفني اللي احنا فيه حتى هذه اللحظة، أستاذ محسن شايف إن ممكن نقدم موسم رائع زي الموسم الماضي، ولا حتى وإن كانت ضربة البداية ليست الأفضل، ولكن ممكن نقدم موسم استثنائي أيضا، ولا الوضع حضرتك شايفه بالمستوى والفنيات والشغف اللي حضرتك ذكرته لا الموضوع مقلق شوية؟ لا، النادي الأهلي مش بس قادر إن هو يقدم موسم زي السنة اللي فاتت، يقدم موسم أحسن كمان من الموسم اللي فات. أنا بقول لحضرتك ليه؟ لأن هو أنت السكواد بتاعك أنت محتفظ بيه، أضفت ليه ثلاث عناصر قوية جدا طبعا. إمام عاشور في خط الوسط وموديست اللي هو جاي، يعني أنا مش مع الناس إن هو اللي هو جاي، هو في تسرع في الحكم كالعادة ورضا سليم، ولكن طبعا شاءت الإصابة بقى يعني ربنا يشفيه، لكن الثلاثة دول إضافة لفريق أساسا قوي بالزبط. فالموضوع فالأهلي مهيأ إن هو يقدم مستوى افضل. وحسنا يعني حصل ان هو او الهزائم اللي حصلت دي في الاخيره، الخروج من هزيمه السوبر والخروج من دور افريقيا من نصف النهائي، ده بيدي حافز اكبر للاعيبه ان هم يحاولوا يعوضوا في ده، فده كويس يعني الجانب الكويس من الشيء الوحش. يعني هو مش بقول كويس ان الاهلي خرج طبعا، لكن ده شيء ايجابي ان انت بتحاول تعوض نفسك، مش معقول هيبقى بالشكل السيء ده على طول. عشان كده انا بقول ان الفتره الجايه الاهلي هيكون افضل من كده، لانه خلاص خلص من بعض الضغوط. دوري السوبر ده كان مضغوط في وقت عفوا دوري افريقيا كان مضغوط في وقت ضيق جدا، فخلاص خلص منه. الاهلي عنده كاس عالم الانديه، وفي كاس عالم الانديه بيبقى الوضع مختلف، وعنده بطوله دوري ابطال افريقيا، لان البطوله دي هي الاهم طبعا، اهم بطوله في تاريخ النادي الاهلي او في كل موسم. دي اللي بتوصلك للملايين، دي بتوصلك لكاس عالم الانديه، دي بتوصلك للريكورد اللي انت منفرد بيه، انت 11 تبقى 12 تفرد مكانتك افريقيا المعروفه، يعني هي البطوله رقم واحد، دي البطوله رقم واحد مع كامل احترامي بقى للدوري الافريقي للدوري، كل دي حاجه، لكن دي البطوله الاهم المهمه والاهم. عشان كده انا يعني متفائل خير بالنسبه للنادي الاهلي.